بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحنكور رمضان قصة دي عابدكي تريج قصدا وحكشك يا رسولك صلوات ربي وسلامه عليه. تريج وحوهان عابدة ورير بن إسرائيل وحونا عانكو أها بك عبسي يا عبادة آدو بدن وانو كساهد الدنيا دا أو وحاو لستي مولع وبكليكو عابدو مالين مال مها كميدة أي تريج وتكني أي هو يديو يرتي وحنا كنت لي تريجو وار تريجو تريجو تريج وحاو كلا دورتي مقالك هو يدي إنو هو يدي مقلو إيا إنو سلادي سسيوت تريج وحاو دورتي إنو سلادي سسيوت هو يدي دي بايا اسكيغ نقوتي مالين تي لفادا يسو نقوتي هدانا وو ياردي تريجو تريجو هدانا تريج سلادي سيايو سيوتي مالين تي سدحات أي هدانا هو يدي وو ياردي تريجو هدانا وحاو كلا دورتي سلادي سا هي مقالك هو يدي. طبعا صلاة وتكني هي واحدة صلاة سنة صلاة السنة أهنا مرك والدك أو كيرو وحا فضلا هو ناكسن إن والدك مقشد مرك تريج وحو كلا دورتي صلاة دي سأيه هو يدي وحو دورتي صلاة دي هو يدينا ويسكا كتكتي أيضو عروتي كدبنا ويها بارتي ووحي تلي بو هدلين تريج إلا أو أركو وتيه دناغها حمان تسميه يجد كودك كان عصده سبحان الله كميسن هبارين ويل كيدا هبار إن عذابته إلهي جيو إن أنو خير بدن أنو سينين كليا واحد كو هبارتي إنو ناقها حمان تسميه وشي كودو واركو ورنتي أكتو دكا هيد وح آدوين تريج وانين عابدة او تدك او كرد شيردان ويقان نانين يهينين الدنيا دكا ساهدين مركا مالين مالمها كميدا اي قبر فتنة وداء ودوني سيئن اي فتنة يسو تريج اي واحي كتولي قوم كويس قوم كيدي انيق اي صو فتنين اي عابد كان قبر داني واحي هاد قبر تلك اذا كان عصا طوح مانتا سميسا والعياد بالله دابا دادنا ويوتي بتريج وانا يسو بندكتا واحد تلي ده واحد دون تنسمه سبحان الله تريج وحويلي ولا عاد بالله إلهي بان كاما قنقلني وشيقاقا إيقا قري وإريه قبرني كادم انت أوتاكتي نين وشاقيني يي تريج وأريق راعي أي نفتي ديو بندكتي كادم نأور بيو قاتي ماركي أوركي قاتي أي أمشي وحيدا شي ويلير ماركي ويلكي لا شي أي قوم كيدي أوتاكتي وحيتيري ويل كان يروح علي تريج سبحان الله إن كيدهن عظيم سبحان الله كدبنا قوم كي ويكعان أو وي عرودين وحلو سكسي داي مولعي وشوغي تريج دابا نوالا بربوريي تريج نوالا تردلي والعايي وحكستالو سميي كدبنا وحل يدي ولو ديليا تريج واخ لو هيستبا ما غرانيو ما بيوسن فاهمين ارينتا سيده اي تahay markii dambe waxa weydiiyey ma waxan lay haysta waa wax nooc ma ah waxa lay yidi gabadha tan halkan taagan ayad ka sineysatay subhanallah wiil kana ada dhalay wadaad nimadan iyo cibaadana aad sheegaysina waa been meeshan waxa u fadhida wax kale subhanallah waa la qabtay waa la xirxiray suuqa la simiriyey markaasi loo dilo suuqii markii ugu sii jiray ayaa waxa la sii mariyey xaafadihii ay deganaayeen naagaha xumaanta sameeyay ee jidhkooda ka ganacsada naagahaas oo guryaha daaqadaha ka soo fiirinayay tureyj sidii loo xirxiray daawanayay kadibna
juriij madaxiisa ayuu sare u qaaday. Waxa wejigiisii ay ku dhaceen naagihii xumaanta sameeniyey. Subxaanallah. Kadib juriij waa qoslay oo waa dhaleecay. Waayo waxa xasuustay in hooyadii uu eebbe subxaana watacaala uu ducadeedii ka aqbaray. Dabadeedna wuxuu fahmay fitnada tan in ay tahay maalintii uu hooyadii maqli waayey. Subxaanallah. Juriij waa la soo kaxeeyey, waxaa la keenay meeshii lagu salbinayay, lagu dilayay. Waxa uu dalbaday in uu 2 rakacadooda salaada uu tukado intaan la dilin, waa loo ogolaaday. Kadibna waxa uu yidhi, wiilkanaad leedahay idin adaa dhalay hay keena. Waa loo keenay, waa la horkeenay wiilkii yaraa. Dadkii oo dhan waa la hareere tuman yahay, waa la daawanayaa. Cunugii yaraa ayuu dabadeedna saa u gujiyey. Subxaanallah. Waxa uu ku yidhi, waa in ilma yar iminka dhashay, ilminka dhashay 2, 3, 4, 5 cash uu jiraa. Subxaanallah. Dabadeedna saa ilmihii yaraa u gujiyey ayuu waxa ku yidhi, wiil yahow waa kuma aabbaha? Wiilkii yaraa intuu hareeraha sidaa u eegay, subxaanallah, ayuu wuxuu gacanta ku fiiqay ninkii qoosaarkii adhiga u raacayay Juriij. Markaasuu yidhi, aabbahay waa kaa. Subxaanallah. Mucjiso aad u layaab leh ayaa eebbe subxaana watacaala uu caabidkaas uu ku badbaadiyey oo uu ku kor yeelay. Kadibna dadkii waxay isku sii daayeen ninkii, waana la qabtay. Juriijna waxaa loo soo bandhigay markii dambe. Subxaanallah. In mawlicii ay ka dumiyeen uu eebbe keligii ku caabudi jiray, in ay dahab uga dhigaan oo jawaharad uga sameeyaan oo mashaariic waaweyn loo sameeyo. Subxaanallah. Laakiin Juriij waa nin dunida tan ka tegay, 3 dalqadood iyo 4 dalqadood ku furay, dunida tan ka saahiday. Subxaanallah. Markaas waxa uu ku yidhi, anigu uma baahni midaad dahab ka dhistaan iyo midaad jawharad ka dhistaane, gurigeygii yaraa ee dhoobada ka samaysnaa uun, haddaa ay samaynaysaan anaa ku burisiida. Subxaanallah. Halkaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa qisadaas oo runtii ahayd qiso ka cibro qaadasho leh. Intaynu tan mid la mid ku kulmi doonno insha allahu tacaala, waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.